إلى أي مدى تعول اليوم المملكة العربية السعودية على هذه المفاوضات من أجل إنهاء الاقتتال إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الولايات المتحدة ترجح أن يطول أمد هذه الحرب؟ نعم، المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وقبلها 22 دولة عربية، الكل يسعى إلى حقيقة منع هذا الاقتتال. يعني نتحدث عن السودان كدولة، ونتحدث عن السودان كدولة عربية وكدولة إسلامية وكدولة لها موقعها وأهميتها الاستراتيجية. هذا الاقتتال لن يعود على السودان بالخير، ستتضرر السودان والشعب السوداني والاقتصاد السوداني، لكن المملكة العربية السعودية وهذا طبع وديدن المملكة، تريد الأمن، تريد الاستقرار، تريد أن يعني يتفق الأطراف على وقف هذا الصراع، هذا الصراع الذي لا جدوى منه ولا فائدة منه، بل أن هناك دماء يعني زهقت، وهناك يعني إصابات، وهناك تعطيل للشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي. الكل رحب، يعني العديد من الدول العربية والدول الإسلامية والعالم أجمع رحب بهذا يعني هذا الاتفاق، ورحب حتى الأطراف السودانية رحبت بذلك، لكن نتمنى فعلا أن يكون هناك حل جذري لهذا الاقتتال، وأن تغلب المصلحة، مصلحة السودان، مصلحة وطن كامل، لأن السودان نعرف أن السودان اليوم يمكن الصورة اللي أنا نشوفها يعني تعطلت فيها الحياة بشكل عام، انشلت فيها الحياة، تأثر فيها الجانب الغذائي، تأثر فيها الجانب الصحي، كثير من المستشفيات تم إقفالها لأنها تحتاج أدوية، تحتاج إلى عمل طبي، لكن نتمنى للسودان الخير حقيقة. يعني هذا البيان المشترك من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، المملكة دائما هي أرض خير وأرض سلام وأرض اطمئنان. طيب، وعلى الأطراف أن يثقون هنا بالمملكة العربية السعودية. هذه النقطة مهمة، هذه نقطة مهمة، يعني المباحثات لن تكون مباشرة أستاذ نايف، ستكون بين وسطاء من الطرفين، فهذا يعني غياب الثقة بين الطرفين المتناحرين الآن في السودان، وأيضا عدم وجود رغبة للمشاركة في هذه المفاوضات بشكل مباشر حتى يتم تحقيق مكاسب على الأرض، فكيف ستحلون هذه النقطة؟ نعم، الطرفين لو بينهم ثقة كان ما احتاجوا لهالأزمة التي حصلت في السودان، اندلعت في آخر رمضان في الشهر الكريم في الشهر الفضيل، نجد قطاعين عسكريين، نتحدث عن الجيش ونتحدث عن الدخل السريع، يعني للأسف يعني يفترض فعلا أن يكون هناك جانب مشترك بينه يكون هناك، لكن المملكة العربية السعودية كثير من أذكر إحدى الدول أعتقد في أفريقيا كان بينهم صراع امتد لأكثر من 20 عام، وتدخلت المملكة العربية السعودية وانهت هذا الصراع. كلنا نتذكر الحرب الأهلية اللي صارت في لبنان، اتفاق الطائف على يد المملكة العربية السعودية، فالمملكة دائما تساعد، تساند، تقف، تقرب وجهات النظر حتى نصل إلى حل يحقن دماء السودانيين ويجعل السودان يعني لا ينزلق، لأن السودان لو انزلق في هذا الأمر لأصبح مثل يعني وضع سوريا السابق ووضع ليبيا، أوضاع أمامنا نشوفها، وأوضاع التي حصلت في دولنا العربية للأسف الشديد بعد الربيع العربي أو تلك الجمرة الخبيثة التي ضربت تلك الدول ولم يجنوا منها إلا الشوك. نقول للسودانيين إذا أردتوا أن تحل أزمتكم فضعوا يدكم بيد المملكة العربية السعودية، ضعوا يدكم بيد المجتمع الدولي الذي تقوده المملكة، وبإذن الله يكون هناك حل، لكن أن يقتتل الأطراف وأن يتم اقتحام يعني مقر سياسية ومقر قنصليات وما إلى ذلك ويتم الوضع، والصور التي نشاهدها حقيقة صور مؤلمة، الصور التي تأتينا من السودان من خلال القنوات الفضائية ومن خلال وسائل التواصل حقيقة تجعلنا نقول على السودانيين، السودانيين نعرف الشعب السوداني والله لا يريد ما يحصل اليوم، الشعب السوداني يريد حقيقة أن يتطور، يريد أن تحكم حكومة، وهذا شأن السودانيين، بس أنا أقول السودانيين يتمنون أن تأتي لهم حكومة حقيقة تحكم دماءهم، كذلك تعمل على تطوير السودان. السودان اليوم حنا نقول هو السلة العربية، إذا اليوم السودان إذا وصل لهذا المنزلق والأطراف ما فيها ثقة بينه وبين بعض، لكن أنا متأكد طال أن المملكة العربية السعودية طرف في هذا الأمر اللي هو طرف في يعني حل هذا الصراع في السودان، بإذن الله سيكون هناك يعني نتائج مرضية للطرفين، لأن تغليب صحيح المصلحة العامة ومصلحة البلد ومصلحة الوطن في كل شيء، والله لن يجن السودانيين سواء الجيش أو التدخل السريع أو غيره، ونعرف أن هناك جهات تريد أن يستمر هذا الأمر، تريد أن تبيع أسلحة، تريد حقيقة أن يصبح السودان بهذه الصورة التي يعني لا نرضاها أن تكون للسودان ولا للسودانيين، وكل يبحث عن مصلحته للأسف، سواء الجيش أو التدخل السريع، لا يبحثون عن
مصلحه السودان كبلد، مصلحه السودان. طيب اكيد استاذ نايف ان اكيد ان الوضع الانساني في السودان صعب جدا، ولا بد من وقف هذه الحرب ربما ليتمكن السودانيون من ممارسه حياتهم الطبيعيه او حتى لكي يذهبوا الى المستشفيات، لان هناك اوضاع مزريه حقا. ولكن هل لمستم استاذ نايف موافقه مبدئيه او دعنا نقول حتى جديه بين الاطراف للوصول الى حل لانهاء هذا الاقتتال، يجعلكم ربما عازمون على مواصله هذه المفاوضات بين جميع الأطراف؟ طالما أن هناك ترحيب وهناك يعني إرسال أطراف ويعني تتفاوض في هذا الجانب، إن شاء الله وبإذن الله أن يكون هناك حل. أنا متأكد أن السودانيين ما يرضيهم هالأمر وما يرضيهم الاقتتال الحاصل في السودان. على السودانيين أن يعوا أن السودان إذا استمر بهذه الطريقة والسلاح يستخدم بهذا الأسلوب، السرقات، شفنا الوضع، الوضع ترى الأمن السودان، الأمن الوطني هو أهم شيء في الإنسان. عندك أمن وطني، عندك أمن غذائي، عندك أمن دوائي، عندك أمن بيئي، كل هذه تتضرر بسبب إذا لا وجود دولة، إذا كان يعني اختفت الدولة أو لا سمح الله يعني حصل ما حصل مثل ما يحصل في السودان، الضرر كبير وعالي جدا. لكن الأطراف اليوم طالما إنها خلونا نمشي على النية الحسنة أو خلونا متفائلين بمعنى أصح إن الأطراف بإذن الله أنها تنظر إلى حل، لكن كل يريد أن يحكم السودان وكل يريد أن يقول السلاح معي. السلاح اليوم المفروض أنه يحمي السودان ويحمي السودانيين والشعب السوداني، لا أن يقتل السودانيين وحقيقة يضر بأمنهم ويضر باستقرارهم ويضر باقتصادهم. السودان يعني من أول من إسقاط الحكومة السابقة والسودان يعني يمر للأسف بمنعطفات كبيرة جدا. يعني البشير نعرف قصته، ويعني 30 عام والسودان في وضع يعني دولي كان سيء جدا، لكن قلنا لعلها تأتي حكومة يعني تنقل السودان من وضعه المأساوي إلى وضع أفضل. لكن للأسف الشديد هناك من استغل هذه الأزمة واستغل يعني من هذه الوضع في السودان. هناك حكومة عسكرية، هناك حكومة مدنية تريد أن تحكم السودان، هناك أكثر من جيش أو أكثر من قطاع عسكري، الكل يريد أن يقتتل، الكل يريد أن تكون القوة معه. لا، القوة لن تحل الأزمة في السودان، لأن هذا ليس عدو أتى من الخارج للأسف. لا. لا. إن هذا يعني صراع داخلي.